امبارح يوم الجمعة 21 أكتوبر رحل عن عالمنا الكاتب والمفكر أنيس منصور عن عمر يناهز 84 سنة. كانت بدأت صحته تتدهور في الفترة الأخيرة، وتحديدا يوم 21 أكتوبر دخل المستشفى وكان في العناية المركزة، ولكن آخر كام يوم صحته بدأت تتدهور. كلام بيقولوا إنه ده لأنه كان حريص إن هو يكتب مقالته اليومية بشكل، يعني حريص إن هو يعمل مقالته اليومية، فده أثر على إن هو ما ينفعش يتعافى وما قدرش يتعافى بشكل كبير. الكاتب راحل أنيس منصور كان بيعرف أكتر من لغة، كان بيعرف الانجليزي والالماني والايطالي والفرنساوي، وفوق كل ده كمان بيعرف اللاتيني، وقدر ان هو يترجم مجموعه من الاعمال اذا كانت مسرحيه او فلسفيه للغه العربيه، ده غير طبعا كتاباته هو الشخصيه. خلونا نتكلم عن الكاتب الراحل انيس منصور، نعرف تفاصيل اكتر عن حياته وعن كتاباته وعن الاهم من ده كله آراءه الشخصيه من ضيفنا اللي بينورنا النهارده الاستاذ الكاتب سليمان جوده، رئيس تحرير جريده الوفد اليوميه. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. الأديب والراحل أنيس منصور اللي أنا عارفه أنه هو ابتدى صحفي، وفي فترة من فترات حياته قال واعترف بكل بساطة شديدة جدا أن أنا بكره الصحافة، وقال أن أنا بحب وميال للفلسفة، وأن أنا أقول الأدب بتاعي أو يعني أقول رأيي بشكل مختلف عن الباقيين. تعليق حضرتك إيه على اللي قاله واللي عمله بعد كده؟ ما هو ده يمكن النهارده ما اعرفش احدى الصحف كتبت عنه انه الرجل الذي انزل الفلسفه من السماء الى الشارع، لانه هو احنا عارفين كان متخرج في قسم الفلسفه في كليه الاداب، وكان عين حتى فتره معيد، وكان وله تلاميذ في هذه الفتره اللي كان بيدرس فيها، وكان هو محب قوي لحته الفلسفه، ويعني شايف نفسه في الفلسفه كتابه وقراءه وابداعا وتاليفا. ولذلك هو لما حتى لما راح اخبار اليوم ودي عباره احنا كاتبينها النهارده في الوفد، قال هذا ما لا احب وما لا اريد، انه يروح يشتغل في الصحافه، لانه كان شايف ان الصحافه نوع من ربما الاستهلاك لطاقته على الابداع في مجال الفلسفه. لكن انا اعتقد ان الفلسفه خدمته في مجال عمله الصحفي، لانه هذه المكانه التي وصل اليها كان بفضل الفلسفه اولا، بفضل عقله الذي تكون فلسفيا، بفضل قدرته او القدره التحليليه للفلسفه ادتها له عشان يقدر يتعامل مع الظواهر في حياتنا كلها. وفي النهايه اصبح هو هذا أنيس منصور، هذا الكيان الضخم الموسوعي اللي من النادر ان تجد له مثيل في الصحافه العربيه او المصريه المعاصره. نعم صحيح. يعني لا يمكن تجد هناك مثيل او نظير له. هو أنيس منصور واحد، لا اظن انه في حد قبله او حد بعده يشبهه يعني. وده يخليني اسال حضرتك، هل لو نقدر نقسم حياه الكاتب الكبير أنيس منصور لمراحل، يعني هل في تطورات معينه ومحطات معينه من وجهه نظرك حضرتك شايف انه تطورت فيها كتابات أنيس منصور؟ ولا يعني التطور يمكن في القدره على تحليل برضو الزوال اللي كان بيتناول هو، حتى كنت تلاحظي انه في مرات كثيره كان يكرر اشياء كتبها قبل كده. ومرة حتى يعني قارئ ظريف صدره الحكاية ديت وراح عمل عمودين جنب بعض كده وصورهم، وقال ما معناها انه أنيس منصور بيخدع القارئ وبيكرر او بينشر اشياء نشرها قبل كده. كان هو لكن هو كان ليه رد مقنع على هذا الكلام، وهو انه الكاتب لديه دائما فكرة مهمة مؤمن بها ولابد ان يصل بها الى القارئ. ومش ممكن يقولها ويمشي، لابد ان يقولها ويعيد تكرارها مره ثانيه بشكل مختلف، ومره ثالثه ومره عشرة ومية، حتى يمكن ان تصل الى القارئ، لانه في هذه الحاله تبقى الفكره كانها رساله. نعم. القارئ مؤمن بانها رساله، لابد ان تصل الى القارئ. ولذلك يمكن التطور المختلف في حياته، سواء هو فتره ان هو معيد او فتره لما راح اخبار اليوم او فتره لما راح الاهرام او لما انتقل الى دار المعارف او مجله اكتوبر او جميع الاصدارات التي تتولى رئاسه تحريرها، كان طول الوقت من الممكن ان يتطور من ناحيه القدره على الكتابه والقدره على التعبير، ولكن تظل الفلسفه ملازمه، سمه ملازمه لكل الكتابات. نعم. في كل المراحل. الراحل أنيس منصور كان من ضمن المميزات بتاعته في كتاباته برضه، وفي مراحل زي ما قالت عايدة التطور اللي كان بيمر بيه، ان هو كان بيحب السفر وكان بيسافر كتير،
وليه كتب عن موضوع السفر وعن رؤيته لرحلاته ورؤيته للبلاد اللي كانت بيزورها. هل ده اداله إضافة لأنه يبقى طبعاً طبعاً أنيس منصور الكاتب الكبير؟ لأنه وليه ده أشهر كتاب في أدب الرحلات المعاصرة، كتابه حول العالم في 200 يوم، لما راح لف حول العالم كله في 200 يوم وطلع هذا الكتاب، نشره الأول حلقات أظن في أخبار اليوم، بعدين طلعه في كتاب شهير جدا. طبعا لما تشوف الغلاف بتاع دلوقتي تلاقي الطبع 20 او الطبع 25، ده ما حصلش في كتاب قبل كده. صحيح. والاهم بقى انه مقدم هذه الكتاب هو طه حسين، يعني لما طه حسين نفسه يقدم هذا الكتاب ويقول انه ان انا اقدم كاتب مهم اسمه أنيس منصور في ادب مهم اسمه ادب الرحلات، لابد ان احنا نلتفت الى انه الكتاب يمثل قيمه في هذا النوع من الكتاب من الادب، أنه السفر أعطى لأنيس منصور بعد مختلف في تناول الأفكار التي كان يتناولها من دولة إلى دولة. بدون أقطع كلامك، هو كان يجيد اللغات اللي قالتها عايدة، ألماني والفرنساوي، ده قبل لما يبتدي يسافر، ولا هو في خلال السفر ابتدى يتعلم؟ لا، قبل، لأنه القارئ لحياته، لأن ده هو تعلمه في المنصورة لما كان لازال طالب، ولما راح جامعة القاهرة في الفترة دي كانت قبل ثورة ثورة 52 ثورة 25 ثورة 25 نسيت الناس ثورة 52 تمام. فقبل 52 كان هناك فرصة، لأنه كان طبعا الإنجليز موجودين وبتاع، كان فرصة من السهل أن الواحد يتعلم الإنجليزية ولغات أخرى إلى جوارها، لكن اللغات فقط حتى مش ممكن تدي هذا البعد الكبير الدهول السفر. نعم. إن هو يقوم بهذه الرحلة المهولة حول العالم ويكتب هذه الكتابة الرائعة، بالإضافة بقى إلى قدرته على الكتابة، يعني فنية الكتابة عنده ربنا اداله هذه الموهبة اللي ربنا بيخص بها حد معين، يخص بها حد تاني. هذه القدرة على الكتابة السهلة الجذابة، إنه يقدر يعبر عن أعقد الأفكار في أسهل الكلمات. صحيح. يعني صحيح. في عموده في الأهرام مثلا 250 كلمة تقدر تقراهم في دقيقة، لكن تجد فيه فكرة عميقة جدا. إزاي يقدر يعبر بهذه الطريقة السهلة، وإزاي يقدر يعني يسحبك كده من عقلك من أول كلمة لآخر كلمة. هذه قدرة هو الواحد مهما كان الموضوع، مهما أيًا كان الموضوع، كان ممكن بتاعته تعشقها على طول. لا، هو كان مثلا عايز تتشد لها، يعني هو كان يقول لك ان هو كان يخاف قوي من حكايه البرد والانفلونزا، وكان يقول لك انا اول من يعطس في الشرق الاوسط. كان عنده عباره لطيفه، يقول لك انا اول واحد يعطس في الشرق الاوسط هو أنيس منصور، لانه هو كان حساس قوي من الحكايه دي، زي محمد عبد الوهاب. كان فالقدره اولا على التعبير السهل الجذاب، في سواء في العمود اليومي او في المقالات الاسبوعيه او في الكتب عموما، وبعدين القدره ايضا على التكثيف في الكتابه، ثانيا الجمع بين الكم والكيف في الكتابه. يعني مره انا فاكر كلمني وقال لي انا عايز ابعت لك مجموعه من كتبي من شهور كده، فلقيته بعت لي 150 كتاب، يعني كرتونه كامله. انا اتصورت انه نسخ مكرره، ما فيش نسخه مكرره، كرتونه مليانه كتب. ما فيش تصوري مؤلف واحد يبعت لك 150 كتاب تقعدي تقري فيهم قد ايه دول، او انتك ده قد ايه؟ يعني لو بعتهم لك ليه؟ طيب هو يعني كان في ود من النوع من الود بيني وبينه، وكان هو شايف انه عنده مجموعه من مؤلفاته، شايف عايز يهديها لي، فجمعها في كرتونه وقال لي ابعت لك الكتب بتاعتي. ف 150 كتاب لو انت طلبت من حد يقعد ينقل الكتب دي، مش يالفها، ينقلها، عايز عمر. فما بالك باللي الفها واللي ابدعها واللي كتبها. صحيح. فها يعني هذا العقل الكبير أنيس منصور، يعني يجب أن يكون طول الوقت قدوة لمن يريد أن يكتب أولا، ولمن يريد أن يعبر أو يعني يكون لديه القدرة على التعبير ثانيا، ولمن يريد أن يجعل لكتابته مذاق خاص، مش أي كتابة. يعني الكتابة الصفحات أو الصحف مليانة كلام. صحيح. لكن مين اللي يقدر القارئ يحبه ويحب يتابعه ويستمتع بما يقرأه لهذا الكاتب؟ طب انا عايزه يعني